صباح الخير يا شباب، النهاردة هنتكلم مع بعض في الموضوع اللي اسمه Source Transformation ككمالة لمجموعة المحاضرات اللي خدناها في الإلكتريكال Engineering والطرق اللي ممكن نحل بيها دوائر الكهرباء الدي سي. طبعا ده يمكن الكورس Organization اللي كنا اتفقنا عليه في بداية السمستر. احنا خلصنا طبعا الانترودكشن اللي كان في الاول ودرسنا الفولتج ديفايدرز والكرنت ديفايدرز، وبعد كده خدنا المش، وبعد كده خدنا النودل. الاسبوع ده بقى جه الدور على السورس ترانسفورميشن عشان نغطيها. المحاضره دي هنتكلم عن فكره السورس ترانسفورميشن، هنعمل الاثبات اللي على اساسه اثبتنا ان طريقه السورس ترانسفورميشن دي طريقه صحيحه وبتعبر عن واقع في الدايره. ناخد two examples عن الموضوع، وهيبقى في النهاية في assignment زي كل محاضرة. خلينا بس كده نفتكر مع بعض يعني اللي احنا عملناه قبل كده علشان نقدر نتكلم عن source transformation. احنا كنا اتكلمنا في اول محاضرة خالص ان في network من resistance بتبقى موجودة في السيركت، متوصلين series او parallel او series parallel. طبعا اي دايره بيبقى فيها سورس وفيها ريزيستورز، ده بالتاكيد. الترانسفورم، الترانسفورم ان انت بتحول الفولتج سورس ومقاومه سيريز معاه لكارنت سورس ومقاومه بارلل معاه. طب ليه بنعمل كده؟ عشان نقدر ان احنا نحط المقاومات في وضع نقدر نجمعهم كسيريز او نتعامل معاهم كانهم بارلل، عشان في النهايه خالص نوصل لسورس واحد وار ايكويفالنت. ده ممكن بيبقى هدفنا، او هدف اخر ان احنا نحل الدايره او نطلع المطلوب اللي هو عايز يطلعه او الحاجه اللي هو عايز يحسبها، اذا كانت فولتج على مقاومه معينه او كارنت ماشي في دايره او حتى باور عايز يحسبها عند مقاومه معينه زي ما هنشوف في اكزامبل من الاكزامبلز الجايه. زي ما بحكي لك كده، انت عندك فولتج سورس وريزيستنس سيريز معاه، فبتحولها لكارنت سورس ومقاومه بارلل معاه زي ما هو واضح كده هنا، او بقى العكس ان انت بيبقى عندك كارنت سورس ومقاومه بارلل معاه عايز تحولها لفولتج سورس ومقاومه سيريز معاه. طبعا عشان الموضوع ده يتم لازم نفهم ان الفي اس لازم تكون بتساوي اي اس في الار، او الاي اس بتساوي في اس على ار، عشان نتعامل مع الموقف ده. حاجة كمان علشان ابقى وضحتها من البداية، لازم لما اجي احول، لو انا هحول الكرنت سورس ده والمقاومة البارلل معاه لفولتج سورس ومقاومة سيريز معاه، خلي بالك كويس جدا ان لازم بوز السهم هو يبقى البوزيتيف بتاع الفولتج سورس، وطبعا العكس بالعكس عشان يبقى الكلام واحد بس وما تحصلش اي لخبطة. خلينا نتفق ان احنا لو عايزين نحل دايرة بشكل او باخر لازم بنتعامل معاها لانها تو تيرمينال سيركت، عايزين نوصل للعلاقات اللي ما بين الفولتج والكارنت، ومن هنا ممكن نعمل الاثبات بتاع سورس ترانسفورميشن. يمكن الدايرتين دول هما الصورتين اللي انت بتحاول تحول منهم، هو حتى عامل مربع اللي هو الدوتد ده للفولتج سورس وريزيستنس سيريز معاه، والمربع اللي في الدايره الثانيه للكرنت سورس والمقاومه اللي بارلل معاه، وهنا هو حاطط اي وحاطط في في الدايرتين. المطلوب اثباته ان التحويل ده هيدي نفس النتيجه، يعني الفي اللي هنا هتطلع نفسها هي الفي اللي هنا، وبالشكل ده نقدر نضمن ان طريقتنا صح. خلينا نتعامل مع كل دايره لوحدها. نمسك سيركت 1 في الاول اللي هي دي، في سيركت 1 ودي سيركت 2، عايزين نشوف المعادلات بتاعتها. واضح جدا ان المقاومه دي اللي هي الفولتج اللي على ار واحد تمام بتساوي الاي في الار واحد تمام. الفي ار واحد دي بتساوي ايه؟ بتساوي الفولت ده اللي هو بتاع النقطه دي ناقص الفولت اللي هنا ده اللي هو بتاع النقطه دي، يعني هتساوي في ناقص في اس تساوي اي في ار واحد. طبعا انا بتكلم هنا عن في ار واحد تمام، يعني الفي هتساوي اي او هتساوي الفي اس بلس الاي في ار واحد. دي يمكن المعادله بتاعت السيركت الاولانيه. تعال
هنروح نعمل حل برضو او نجيب المعادله بتاعت السيركت الثانيه. بص، بالنسبه للكيرشوف كارنت لو اللي كانت عمل، قلنا ان احنا بنعمل سيناريو للتيارات، حتى كنا استخدمناها في النودال اناليسيس. تيار التيار اللي ماشي هنا اللي هو ماشي في المقاومه الثانيه اللي هو اي بتاع ار 2 ده هيساوي ده اللي خارج من النقطه دي، هيساوي اللي داخل عليها. اتفقنا طبعا ان كل ده نقطه واحده. ايه اللي داخل على النقطه دي؟ الاي زائد الاي اس. تمام. مش الاي اللي هي عند ار 2 دي بتساوي الفولت؟ الفولت اللي هنا اللي عليها هو في، زي ما هو قايل لك هتبقى في على ار 2 هتساوي اي زائد اي اس. طيب يعني الفي دي بتساوي اي في ار 2 زائد اي اس في ار 2. فاذا دي المعادله بتاعت السيركت الثانيه. طيب اذا قلنا ان ار 2 اللي هي ديت بتساوي ار 1 اللي هي دي، اف كده ار 1 ايكوال ار 2، واذا اعتبرنا الشرط الثاني اللي انت على اساسه عايز تقول ان في سورس ترانسفورميشن ان الفي اس، نقول دي بتساوي ار عشان يبقى حاجه ثابته، ان في اس بتساوي الاي اس، يعني الفولتج سورس ده بيساوي الاي اس في الار بقى اللي هي بتساوي ار 1 بتساوي ار 2 في الار. اذا كان الشرطين دول موجودين واحنا عوضنا عنهم في المعادله بتاعت سيركت 1 والمعادله بتاعت سيركت 2، هتبقى دي الفي ايكوال الفي اس زائد اي في ار، وهنا دي هتبقى الفي ايكوال الاي في الار 2 هتبقى الاي في الار زائد قلنا الاي اس في الار 2 اللي هي الار هي نفسها الفي اس زائد الفي اس. يبقى بالشكل ده المعادلتين زي بعض بالظبط. يبقى اذا في حاجه اسمها سورس ترانسفورميشن اذا كانت الريزيستنس السيريز مع الفولتج سورس هي نفسها الريزيستنس البارلل مع الكرنت سورس، وفي نفس الوقت اذا كان الموضوع بيحققوا قانون اوم، يعني الفولتج سورس ده بيساوي كرنت سورس في ريزيستنس، او الكرنت سورس بيساوي الفولتج سورس على الريزيستنس دي. ده كان الاثبات بتاع سورس ترانسفورميشن، اثبات مهم اتمنى ان انتوا تحافظوا عليه وتشتغلوا بيه. دي يمكن الاثبات اللي بتتعاملوا بس بطريقه يمكن مبسطه وواضحه للجميع. خلينا نتفق كده الاول احنا كنا بنتصرف ازاي. الفولتج سورسز اللي ان سيريز كلها بتتجمع مع بعض زي ما كنا قلنا قبل كده، والريزيستنس اللي ان سيريز كلها بتتجمع مع بعض، وقلنا ان احنا حتى ساعتها كنت قلت لكم انتوا بتحطوا قيمتها مكان واحده والباقي بتحط مكانه سلكه. طبعا انت لما بتجمعها بتاخد الاشاره بيزد على اللوب اللي انت ماشيها، يعني هنا هتبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف كده، يعني على اساس ان انت تمشيها بنظام واحد عشان يطلع المجموع معاك مظبوط. تمام. ويمكن كنا بنستخدم كيرشوف فولتج لو في الموضوع ده. نفس الكلام بالنسبه للكرنت سورس بس في البارلل بقى، لما الكرنت سورس تبقى بارلل مع بعض تقدر تجمعهم كلهم مع بعض وبتحط القيمه في اتجاه الاكبر، يعني هنا التسعه والخمسه طالعين لفوق فمجموع التسعه والخمسه مع بعض هيبقى 14، والاثنين تبقى لتحت هيبقى كله 12 بس في اتجاه اللي فوق اللي هو الاكبر، ودول بارل مع بعض فانت كنت بتتوصل ان هو هتبقى مقاومه واحده لما بتحل بقانون البارل علشان تحل الموضوع. مطلوب مننا ايه بقى؟ مطلوب مننا ان احنا نوصل لاشكال شبيهه بالشكل ده او بالشكل ده فنقدر نحل الدايره، انه يبقى كلهم حاجات سيريز مع بعض او كلهم كارنت سورسز بارل مع بعض. ما ينفعش طبعا يكون فولتج سورسز بارل مع بعض، ده مش هيحل لنا اي مشكله، ولا كارنت سورسز سيريز مع بعض برضو ده مش هيحل لنا اي مشكله. هو يا فولتج سورسز كلهم سيريز مع بعض يا كارنت سورسز كلهم بارلل مع بعض. ده يمكن اكزامبل كده هنشتغل منه هيفهمنا كتير الموضوع عامل ازاي. هو طالب ايه؟ طالب الباور اللي عند ال 8 اوم دي عايز يحلها. خلينا نحل. اول حاجه ابدا افكر فيها، هل في حاجه ممكن احولها ولا لا؟ هشوف فين السورسز، في كارنت سورس وفي ريزيستنس بارلل معاه، وفي فولتج سورس وفي ريزيستنس سيريز معاه، دول اللي انا ممكن ابدا بيهم. خلينا نبدا بده نشوف هيوصلنا لايه. احنا اتفقنا هنا بدا اول كن اول تحويله هحول الدايره 15 فولت، ده هخليه كارنت سورس كده.
قلنا السهم دايما بيبقى مكان الخروج، 15 على 3 يعني 5 امبير، تمام كده. والريزيستنس اللي هي الثلاثه دي هتبقى بارلل معاها عشان ما حدش يطلع. طب وباقي الدايره تنزل زي ما هي، وحاول ما تعملش اكتر من تحويله في نفس الرسمه عشان انت بس ما تتلخبطش، بالذات في الاول انت لسه ما ملكتش الموضوع يعني. ودي 8 وادي 10 وادي دي الثلاثة امبير. هل انا ممكن اخلصها كده؟ لا. ايه اللي واقف لك فيها؟ انك عندك الثمانية دي في نص الدايرة. طيب ايه اللي ممكن اعمله؟ بص انت عندك دول بارلل مع بعض، انت ممكن تحلها كده بحيث ان يكون ده الخمسة امبير وده كده الاثنين، لان الايكويفالنت بتاع الثلاثة والستة اتنين. لما تيجي تخلص البارلل 3 في 6 على 3 زائد 6 هيطلع معاك 2 في الاخر. وادي ده كده ال 8، وكمل بقيه الدايره تبقى دي ال 10 ودي ال 3 امبير. ستيل برضو انت ما حلتش المشكله، انت حليت المشكله من هنا. طيب خلاص، ايه رايك ترجع دي تاني زي ما كانت بعد ما حليت مشكله البارلل دي؟ تبقى عامله كده، هتبقى ال 5 في ال 2 يعني دي هتبقى 10، 10 فولت، وادي الاثنين هيبقى سيريز معاها، وادي الثمانية. في دي انت ممكن تحول في نفس المرة لان ده هيبقى سهل، انت عندك العشرة والثلاثة ممكن تبقى 10 كده ودي تبقى 30 زي ما اتفقنا، يعني ده يبقى 30 فولت. لو ملخبط او حاسس انك انت ممكن تلخبط فيها اعملها على مرتين، يعني حول دي الاول وارسم الدايرة عادي وبعد كده ارجع احول دي. تاني انت كده وصلت للشكل اللي انت عايزه، انت كنت عايز تجيب الباور اللي عند الثمانية اوم دي، عشان تعمل كده لازم تجيب التيار اللي هيمشي فيها ويبقى اي سكوير في الار هو ده قانون الباور، او تجيب الفولتج اللي عند الثمانية. الحلين اوكي بالنسبة لي، لان الفولتج برضه هيخليك تجيبها في سكوير على ار هتعرف تجيب الباور. طيب عايزين نجيب التيار، خلينا نمشي كده التيار ده وكأنها نفس اللوب ونبدأ من النقطة دي. يبقى ناقص 30 زائد 10 اي زائد 8 اي زائد 2 اي زائد 10، كل الكلام ده بيساوي ايه؟ صفر. المجهول الوحيد هنا هو التيار، هتجيبه تقول ان التيار هيساوي لما تودي دول كلهم الناحية التانية هتبقى 30 ناقص 10 يعني 20، يساوي 20 على كل المقاومات بقى دي مع بعض اللي هي العشرة زائد التمانية زائد الاتنين، تمانية والاتنين عشرة والعشرة معاهم يعني هيبقى مجموع دول يبقوا 20 اي ناقص 20 دي كانت تساوي زيرو، فانت هتخلي الاي بقى تساوي 20 على 20 يعني الاي دي هتطلع بتساوي 1 امبير. طالما جبت الاي تعرف تجيب الباور، يعني الباور هتساوي اي سكوير في الريزيستنس اللي انت عايز تجيب عندها الباور، يعني هتساوي 1 سكوير في 8 يعني هتساوي 8 وات. طبعا وحدة الباور هنا مهمة قوي، وات او دبليو هي الوات، يعني انا بس عشان اعرفك ان احنا اول مرة نحل مسألة فيها باور، وان كنت انا عارف ان انتوا حلتوا منها في السكشن وعارفينها. ده يمكن الحل بقى، بس كان معمول خطوة خطوة على الكمبيوتر زي ما انت شايف كده، هتطلع الإجابة 8 وات. طيب دي مثال، في مثال آخر ممكن نستفيد منه ونحله مع بعض. المثال ده هو هنا عايزك تحل عشان تطلع اي نوت التيار اللي رسمه في الدايرة اللي هو التيار ده اللي ماشي كده. نعمل ايه؟ خلينا نبص ونشوف في حاجة ممكن احولها او في شكل ممكن يتحول. في الشكل ده وفي الشكل ده وفي الشكل ده والشكل ده والشكل ده، كل دول ممكن يتحولوا. طيب ابدأ بإيه؟ انت ممكن بسهولة جدا انك تحولهم كلهم لفولتج سورس وريزيستنس سيريز معاهم، ده هيكون اسهل لك عشان تجيب الاي نوت. طيب ازاي؟ خلينا مثلا نحول ده الاول، نرسم الدايرة كلها، نقول ادي ال 20 فولت والأربعة السيريز معاها، وآدي هنا ده
فولتج سورس هنخليه الكرنت سورس هنخليه فولتج سورس وهنخليه مقاومه سيريز معاه، ده 3 في 5 يعني 15. واوعى تنسى تضرب وانت بتحول او تقسم لو انت هتحولها لكرنت سورس. وادي الخمسه سيريز معاها هنا، ده نفس الموضوع برضو فممكن تحوله، بس خلينا نعملها المره الجايه عشان ما تتلخبطش انت. ده الاثنين، وادي الستة امبير بارلل معاها. بعد كده هنعمل ايه؟ هنحولها بقى، دي كمان نحولها، هتبقى دي 20 فولت، وادي الاربعة السيريز معاها، وادي 15، والخمسة السيريز معاها. دي هتبقى نفس الكلام بقى، الاثنين اوم، دي هتبقى برضو اتنين هنا كده، وده هيبقى فولتج سورس 6 × 2 يعني 12 فولت. طبعا الاي نوت مكانه كان هنا اهو، والحقيقة كلهم سيريز دلوقتي فخلاص. طبعا انت كده ممكن تحل الدنيا بقى وتطلع الاي نوت بقانون كيرشوف فولتج لو، هنقول باستخدام اللوب ايكويشنز تبقى ناقص 12 زائد 2 اي، وهنا الاي هو الاي نوت عشان تسهل عن نفسك، زائد 5 اي ناقص 15 زائد 4 اي زائد 20، الكلام ده كله بيساوي 0. المجهول الوحيد هنا هو الاي، والاي هنا زي ما اتفقنا هو الاي نوت لانه في نفس اتجاهه ومفيش غيره، فيبقى الاي اللي هو هيساوي الاي نوت اللي انت عايز تطلعه هيساوي 12، دي ده الناحية التانية بقى، زائد 15 ناقص 20 على المجموع بقى التيارات مع بعض الأربعة، الاتنين والخمسة والأربعة، يعني 2 و4 هيبقى 6، 6 و5 يعني هيبقى 11. يطلع الاي نوت ده بيساوي في الآخر 636.4 ملي امبير زي ما هو مطلعه هنا كده. فاذا موضوع بسيط جدا، طريقه سهله جدا، بس هي الفكره انك انت تحول التحويله صح وترسم سيناريو للموضوع في دماغك. ده يمكن assignment انا طالبه منكم، عايز برضو هو يطلع الاي نوت هنا اللي موجوده ومكانها هنا اهو عن طريق السورس ترانسفورميشن، يعني لازم يتم فيها عملية تحويل مرة أو مرتين على الأقل، ويطلع في الآخر تحسبهم أي نوت، يا تخليهم كلهم سيريز يا تخليهم كلهم بارل عشان تعرف تطلع الأي نوت. مسألة سهلة مش صعبة، مفيش فيها مجهود كبير، بس مطلوب إن أنت تحاول تحلها. ده الدرس ببساطة، مفيش فيه حاجة صعبة. أنا بشكركم جدا وأتمنى إن أنتوا يعني تحلوا عليه وتستفيدوا منه، لأن الدرس ده ساعات كتير بيستخدم وبيحل مشاكل كتير، وأرجو إنه يكون لطيف يعني وما كانش طويل عليكم. شكرا.